السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى حول الحق في التعليم، منظم بالتعاون بين ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم والفريق البرلماني لمناصرة التعليم. واستعرض المشاركون في الملتقى بعض التحديات التي تواجه التعليم بموريتانيا، داعين إلى تجاوزها وضمان الحق في التعليم للجميع. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط بعد أسبوع من عدم انعقاده بسبب زيارة الرئيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي الاجتماع اليوم في سياق استمرار الجدل القائم بخصوص مجلس الشيوخ الذي يرفض نقاش مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي إن موريتانيا عرفت تطورا فيما يخص مناخ الأعمال سمح لها بالتقدم 10 نقاط خلال عامي 2015-2016. وأضاف والجاي خلال مثوله أمام الجمعية الوطنية للمساءلة حول عقد إيجار لمدة 25 سنة للهيئة العربية للاستثمار الزراعي، أضاف أن الحكومة الموريتانية تعكف على إصلاح عقاري وصفه بالعميق. نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك في بيان صادر عنها بما سمتها الزيادات الكبيرة التي قالت إن بعض المواد الاستهلاكية شهدتها مع حلول شهر رمضان المبارك. وقالت الجمعية إن نسبة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية تجاوزت 40% بفعل المضاربة والاحتكار، داعية إلى سد بعض الثغرات التي قالت إنها طبعت عملية رمضان الخاصة بتوفير بعض المواد الغذائية بأسعار مخفضة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.